الوقفه للمطالبه بحقوق الشهداء. ليه يا بلد؟ كون ان في ناس ليه يا سلطه يا رئيس ليه يا مؤسسات مصر؟ ايه الحل من وجهه نظرك؟ من وجهه نظري يبقى في حريه ديمقراطيه على حق ربنا. في حاجه اسمها اتجاه واحد؟ اربع سنين بنقول كده. مفيش حاجه اسمها اتجاه واحد. فين حضرتك؟ اتجاه واحد واحد سته. اللي كام واحد سته؟ 80 واحد جايين يصوروكوا ليه؟ انا كمواطن عايز اعرف. طب انت جاي ليه؟ تروني عشان انت تتصور. بيضحكوا عليكم. بيهمكش دم شهداء. بيضحكوا عليكم. انت مالكش شهيد مات في الحرب. بيضحكوا عليكم. انت عميل للصهاينه. بقولك بيضحكوا عليكم. انت عميل للصهاينه. انت بيضحكوا عليكم. انت عميل للصهاينه. انتوا اكبر عملاء. انت عميل. اكبر عملاء في الدوله. انتوا اللي خرجتوها. ممكن سؤال؟ يا كروات الخراب. ممكن سؤال؟ انتوا اللي خرجتوها. اتفضل. اتفضل. اولا يا ده اكلم راجل. اكلم راجل. ثانية واحدة. اكلم راجل. ممكن ماشي اتفضل. اولا حضرتك بتقول انتوا عملاء. تقدر تقول هي اللي قالت. طيب حضرتك. ايوه بنخلي الشهداء. بيتكلمنا عنها. بيتكلمنا انا صح؟ دم الشهداء. ثانية واحدة. ثانية واحدة. فين الشهداء اللي بتطالبوا بيها؟ استاذ. فين الشهداء اللي بتطالبوا بيها؟ بتقول بكلم راجل. يا استاذ. فين الشهداء اللي بتطالبوا بيها؟ حضرتك مش فين هي؟ ثانية واحدة. ثانية واحدة. ثانية واحدة. بص 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 لي بس. بص لي. مش بتقول بتكلم راجل. ثانية واحدة. يبقى بعد اذنك. كفاية. بعد اذنك. قول اللي فيك يا ده بتطير. ده فعلا انتوا غلطانين. انتوا غلطانين لان في دم شهداء. بني ادم برح 30 يونيو طلعت من على 25 يناير. عملت الشعر الواحد ما يسواش. عمل ايه يا اخواني ارهابيين؟ ورايا يا اخواني ارهابيين. يا اخواني ارهابيين. احنا شباب 25. احنا شباب 25. واحنا وراه كل يوم الدين. واحنا وراه كل يوم الدين. 25 يونيو. 25 يناير. 25 يناير. وصالة الشعب لفين؟ وصالة الشعب لفين؟ ل 30 يناير يا بيه. اي حد استعمل اسم الثوره وتاجر بيه لازم يتحاكم. واللي بيلغوا 30 يونيو يتحاكموا، واللي بيلغوا 25 يناير يتحاكموا. في شعب نزل. انت بتلخص الثوره في اشخاص، وبتلخص البلد في اشخاص، وبتلخص الجيش في السيسي. مهزله مصر الكبيره العظيمه اللي عمر حضرتها يربو على 20,000 سنه بتلخصه في ايه؟ في 3 4 5 10 اشخاص؟ ازاي كده؟ ازاي؟ احنا بندعم اهالي الشهداء، امهات الشهداء اللي شككوا فيهم، اللي يقولك دول جايين من ليبيا، واللي يقولك دول مش عارف قاعدين مش متدربين. انت ليه بتقلل من حق الشهيد ليه؟ انت صراعك مع واحد اسمه مبارك، اسمه السيسي، اسمه مرسي، ده العيل الغلبان اللي مات على الحدود، ذنبه ايه؟ ده ابن مصر، ده اللي بيتجند التجنيد الاجباري عشان تخش لي مدخل ان انت تحرض الشباب لعدم التجنيد. ده عيب. دي مؤسسه عسكريه منظمه، اول جيش نظامي في التاريخ. مش من مصلحه لا مصر ولا العالم ان الجيش المصري يتفك ولا يتهد. مش من مصلحه حد. ما ينفعش الطريقه دي. ما ينفعش ان كل واحد واخدها لسكته. النشطاء لنظريتهم، الاحزاب لنظريته، اللي بيطبلوا للسيسي نظريتهم. ما ينفعش. الخطوه اللي جايه ان يكون في مجلس حرب حقيقي، يتم استدعاء ابطال اكتوبر، يتعمل حرس وطني زي اللي كان معمول في ايام جمال عبد الناصر، يبقى في تحيات جديه وتحريات جاده، وتحط الرجل المناسب في المكان المناسب في الاجهزه الامنيه، ما تبقاش بالطريقه دي.